زراعة الألغام، تفجير المنازل، تهجير السكان قسرياً، كلها جرائم حرب بحسب اتفاقيات حقوق الإنسان المتفق عليها في جنيف في عام 1994، وكذا قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم 12 لسنة 1994. على أطراف مدينة تعز الشرقية يقع حي المنزل، يتبع إدارياً مديرية صالة تكمن أهميته الاستراتيجية بإطلالته المباشرة على مساحات واسعة في المدينة، ابتداءً من نقطة الدمغة ومدخل جبل صبر وقلعة القاهرة غرباً، وانتهاءً بمنطقة صالة وتلة القعشة والسلال شرقاً، والأهم من ذلك وقوعه بين منطقتي ثعبات جنوبا والجحملية شمالا، لذا جعلت منه ميليشيا الانقلاب هدفا رئيسيا للسيطرة عليه، لبسط السيطرة النارية لمختلف المواقع في المدينة من جهة، ومن جهة أخرى اعتبرته بمثابة الحزام الأمني لمعقلها الرئيس الذي أنشأته في حارة قريش الملاصقة لحي المنزل تماما. بدأوا بمناوشات وكانوا يطلعوا بالدبابات يضربون من فوق على المدينة على بعض المناطق. كنا نراجعهم نقول لهم يا جماعة، لأنه ساكنين عندنا بالحارة كلهم موجودين، كانوا بحارة قريش، أكرم هدوى، أكرم عبد الغني اللي كان الزعيم حقهم. حاولنا معاهم من هنا لقي لهم من هنا، ما فيش فايدة. عملوا نقاط هنا، عندنا نقطة هنا ونقطة بالدمغة، المهم نقاط تفتيش. هذا متحوثين من عندنا، لا ولاد هذاك الزغار، والله أنا قزع بشي بيتي وقي حسسني وما أكفر، وأنا قزع قاعدة أعرفوني الخاص العام. لا والفوا لهم جهال حطوهم بالنقاط، وكانوا بعض الأوقات يقندوهم معاهم، ولا ما فيش أي حاضنة لهم هنا كان بالمنطقة أبدا، ما فيش إلا هو هذا أكرم عبد الغني اللي كان هو الوحيد. القنيدة بشكل عام هم اللي كانوا معهم، بس كانوا عايشين في عزلة كذا، من حذرين مننا من الشباب نفسهم اللي أصل المنطقة، يخافوا بعض الشباب ينقروا إليهم المتحوثين اللي في المنطقة هذه، قالوا لهم المتحوثين. أما إنه بعض الشباب حق المنطقة لا كانوا مؤمنين ببلادهم، ما يشتوش يدخلوا بأي صراعات مع أي حد. من الوهلة الأولى أصبح حي المنزل منطقة عسكرية لميليشيا الانقلاب، حدث ذهبت على إثره إلى تضييق الخناق على السكان، وحدت من تحركاتهم وقيدت حرياتهم، منعت عنهم كل سبل الحياة، بل وصل بها الأمر إلى تطبيق سياسة حصارها المعهود، فمنعت الماء والغذاء وحاربتهم في أقواتهم ومعاشاتهم دون مراعاة أي معايير لحق الإنسان في الحياة. لا اليوم الحصار تعب، يعني نضرب والله لدركات الكيس الطماط ما تقدر تاخذه، لو نزلت ومعك فلوس يا تسلم يا ما تسلمش من القناص، يعني حصار، يعني بالماء حصار، بالدواء حصار، بالغذاء حصار، بكل شيء. واذا استطعت انك تنزل قد يلاقيك القناص بالطريق، يعني امور ما تعب للامانه. احنا قسينا هنا، احنا محصرين داخل، حصرنا داخل، حصرنا بوسط بيوت داخل، لا مكان لا مشرب، احنا داخل
هيا كيف هذه؟ تمام. قالوا يلا خرجوا يلا خرجوا، ما قدرناش نخرج ونحن محتلقين لا ولاي بهذا المنطقة، ناس من تحت ناس من فوق. كان المنطقة كان محاصر مرة، وكانوا الناس يفتقدوا حتى لقمة العيش، وأطفال يصيحوا جوع، خاصة موظفين ما فيش رواتب، يعني حاصرهم بالرواتب، حاصرهم بالعيش، حاصرهم بكل شيء. في فرقة من البحوثيين كانوا في البداية عبارة انهم كانوا يطمنوا واحد، ما فيش عليكم حاجة، احنا جينا نصارع على الدواعش، احنا من هم الدواعش؟ ما احنا جاريين من هم الدواعش، كلهم ابناء ثعبات يقاوموا عن بلادهم، ويقول لك جينا نصارع الدواعش، لا سينا دواعش ولا سينا حد، ما جينا ما قالوا لهم وهبطوا صبيوت كسروا لنا الدقاق، دقوا لنا الاحواش، دقوا لنا الشجر. كان عاد في هذا المنفذ اللي امامك هنا امام بيت الدكتور كان شغال، وكان تفتيش دقيق حتى للشخص حتى للمرأة، وبعد في الأخير لما هم يشتوا يسدوا الخط عملوا كوم تراب وعملوا فيه بوالغام وراح فيه باص، عاد كان قام من المهجر، كان في المهجر وراح واللي معه. أجاو أخذوا عيالي يعني بالليل، رموا بأربيقي للحمام، وبعدها رصاص، وابني صيح ما لكم متشتوا؟ قالوا لا افتحوا ذي بيت مقاومة، قالوا ما بش مقاومة ذي بيتنا، وإحنا جالسين نوبة على بيتنا، شلوهم حبسوهم عند الدقاق، ودخلوا من هذيك اليوم جلسوا، بعدها هرب نائب. الفترة هنا عندنا بقي خط نار في حدود سنة وثمانية شهور أو تسعة شهور كده، خط نار حامي ما تقدر الوطيس. أول ما بدو دخلوا له هنا أجاو بالليل، والعيال واحد من العيال هنا ساكن هو جهاله تحت، أجاو قالوا له خروج يشوا المفاتيح، قال لهم رقم لهم بالمفاتيح، فتحوا الباب قالوا يجلسوا هنا، ومن بعد لا ثاني يوم قالوا له خلاص اخرج انتم هنا حياتكم مهدده اشتخرجوا، خرجوهم، خرجوا الابن الثاني من البيت الثاني على اعتبار انهم جلسوا، سيبوا لهم البيت، تقلنا العيال بس سيبوا لهم البيت وخرجوا. دفع ذلك الجور الميليشياوي الممارس بحق اهالي حي المنزل للنزوح بنسائهم وأطفالهم ومواشيهم بعيدا، تاركين كل مقدراتهم وأمتعتهم داخل منازلهم بحثا عن موطئ قدم يأمنون فيه على أرواحهم. قبلنا على النزوح لما ضربوا ثنين الغام قبل روح حق البيت، لما هزلي البيت هذيك ضربوا ثنين الغام، بعدين أصاح واحد منهم يقول لهم بدوا أبو سكاك، قالوا إحنا ما أبوش أحد، لما ظهرنا نصيح ونقول لهم إحنا ساكنين إحنا كذا، قالوا احنا بحنا جرينا انتم ساكنين، وضربوا اللغب هذا قرحوه على اساس بواسطه وائر للبطاريه جنب الركن حق البيت بالضبط، على اساس يجبرونا ان احنا نخرج. لما تخرج من بيتك حاجه ثانيه، يعني كانك انتقلت من بلد الى بلد، مش من موطن الى موطن، بيتك هذه عزك وشرفك وكرامتك، لما تتحول لمكان اخر تتعب تتعب تتعب. الحوتي ببيت هذيك يضربها بصيتنا، كان الضربة بصيتنا تمام، خلقوا يعني يخربوا كل حاجة، حطموا الشعب، لا خلوا رجال ولا خلوا بيوت ولا خلوا جهال ولا خلوا نسوان تمام، ما أبوش معه خير. استغلت ميليشيا صالح والحوثي نزوح السكان من الحي، وأوعزت لقناصيها اعتلاء المنازل الكبيرة المتميزة بمواقعها الحساسة. عندها مارست تلك الميليشيا الإجرام بكل صوره، فلم تدع شاردة ولا واردة إلا وأصابتها رصاصاتها بمشاهد يقف المرء عاجزا عن وصفها. بدأ أمامنا جزء منها وغاب عنا الكثير،
ولم نجد أي إحصائية موثقة تشخص حجم الكارثة والضحايا والضرر بشكل ولو تقريبي حتى اللحظة. مستولين على المبنى ذا الحوتة وعملوا داخله قناصين. مكان هذا المكان كله يتناول المكان هذا من دمغة من فوق جامع الهادي لا ثعبات. كم لقطوا يا ناس؟ من قناص من جا قناص من جا قناص ويا قناص من تحت. سواء وصلوا لطالع لهونة يا استهام لهونة. كان اسمع الله يدعي ويا أمه ويا أبا ويا أمه ويا أبا. ناس يموتون وناس صوبوا وناس أربعين مقتول الذي وقع هنا دقى بيتنا 40 وانت قلب حسابك واحد طلع يسلف عد قد بيس بين واحد وعندنا من ثعبات معنا زلطه القناص ضربوه يعني ما استفاد طلع دور له رزق الرزق هذا سقى سبب قدرة الله سبحانه وتعالى انه يكون فوق وفاته ناس يموتوا وناس ينزلهم المستشفى ناس يموتوا نسمع اللي صارخ قام يما يا با قدامي هنا تلقى بيوت لهنا هنا عاد كان حق الكشوية عشان تعيش في رعب تعيش في خوف قال بابوش الا الضرب الرصاص من كل جانب بوازيك ضرب لا ظهر البيوت لا ظهر عايشين في رعب مخبيين بدروبات حق البيوت اللي تحت عندما اشتد الخناق على ميليشيا الانقلاب في حي المنزل كانت تدرك أن مقر قيادتها في حي قريش مهدد بالسقوط هنا ذهبت إلى اتباع سياسة انتقامية أكبر تمثلت بإعداد قائمة بمنازل الخصوم وباشرت بعملية تفخيخها بالعبوات الناسفة وتفجيرها على هذا النحو وبكل محتوياتها والشاهد هنا أن عدد المنازل التي سوتها بالأرض في هذا الحي لوحده تربو على 10 منازل هذه فجرنا على اعتبار أن احنا من مناطق ثعبات لأنه كانوا هنا أصحابنا طبعا كانوا معرفة يعرفوا أصحاب حارة قريش المحوتة والمتحوتين كانوا من هنا أغلبهم متحوتين ومحوتة كانوا ما كان من أي واحد من ثعبات يفجروا بيته الحاجة داخل لا طاقة خلوين ولا شيء كله متقلق كانوا يقزعوا من قدر بيتنا والطول البيت هذيك متقلق سواء الذي يعملوا لعبوا ونسفة وهم يشتاعوا يدخلوا قلنا بالمقامة هذا الحوتي وبيت اللي قد يحق أحمد علي بيطار هدموني سنتين وذلك التمال كيف هم مسلين ونخلان خاوية كله نخلان خاوية شوف بيوتنا علي بننا نخلان خاوية ولا بابيت إلا وفينا خان خاوية كان ذيك البيت طبعا اللي فجرمي كان وسيع في حدود شقتين كنا ساكنين احنا اثنين او ثلاثة نسكن معنا لما تحسن كانت تحسن الحالة وما دام مشيناش كما يعني كان مراحل نعمل مرحلة بناء وبعدين مرحلة سقف وبعدين مرحلة تليس وشغل ترميم داخل وهكذا كنا نقزي حين على لما انتهينا الآن كمال العمر وكمال الذي صلحنا خلال العمر كله معش نعمل من الأمطال نقول الحمد لله على كل حال هذا الذي قنمه من نتائج الحروب الدور الأول عمرته وقلسكو فترة بعدها قلست وكنا 18 سنين وعمر الدور الثاني وبعدها جلسوا فترة وعمر الدور الثالث لأنه أنا اشتغل تاكسي لقيت اللقاط بفندق سباب المطارات معي مرسيدس أنا مع الأجانب أجلس بالسياحة فهم لك كيف ومعي لا لما أنا عند الدور الرابع ما تحصل أعمل كوبي صلاتي على النبي ونهايتي راح تعبي شقى عمري كله بلاش يجلسوا حياته وهو يشقي بالبيوت بالبيت يصلح يا أمير العلا كله سواء كمل حياته ويعمر بيته أقال الحوتين من شقي طارف لا خلي له أب ولا خلي مرة ولا خلي له صغير ولا كبير
اللهم لك الحمد. بعد عام وثمانية أشهر من السيطرة والقتل والتدمير، أجبرت ميليشيا صالح والحوثي على الخروج من حي المنزل. استبشر الناس خيرا بعودتهم إلى منازلهم التي ما إن وصلوها حتى بدا أمامهم فصل آخر من فصول المعاناة التي ورثتها لهم الميليشيا. فما من موطئ قدم إلا وزرعته بلغم أو عبوة متفجرة. هنا بدا هاجس الخوف والرعب مضاعفا، لا سيما حين بدأت تحصد الأرواح واحدة تلو الأخرى. عدنا إلى البيت من جديد لما بعد ما رحلوا، كانوا هذا البيت كان داخله 10 عبوات ناسفة وصاروخ من حق الطيران. حصلوا أجسام غريبة كانت مرتبطة بوائرات. بعدين بقوا من أخذين الحذر الحيطة والحذر، وبعدين يبرح ينظف عمليات تنظيف بالدلا بالدلا بالدلا، لما خرجين 9 أبواب مرتبطة كشبكة ومرتبطة بصاروخ من حق الطيران ما قرحش، كان على أساس هنا شيء. وعملوا له 3 دعاسات، تدخل أول على الدخلة واحد من هذا الجناب، 2 وواحد من هذا بالركن هذا، إذا جيك من هنا اشتقي على دعاسة، وإن جيت من هنا اشتقي على دعاسة. وبعدين عندما أخذوا الحيطة والحذر كانوا يقزعوا بعد الوائرة، لما وصلوا لعند الدعاسة استعانوا بناس لهم خبرة ومعرفة ودرية بالأشياء هذه. حاجة جديدة تفجير البيوت والألغام، يعني قد دخلنا المقدوش ودخلنا البيت حقي 5 ألغام و4 عبوات جنب البيت. طيب ليش؟ أنا بالأخير أنت داري أن السكان طيب صاحب البيت هذا أنا بيرجع، لو ما يرجع بيته مدمر بالشارع، يعني ليش؟ هذا كله الغامات، كله حوالينا الغامات، كله هنا ما نقدرش نخرج ما نقدرش نمشي، قتلنا حطب مع أشغال تمام. أقوم عامان انقضيا منذ تحرير حي المنزل، ولا زالت الألغام المزروعة من قبل ميليشيا الانقلاب في أفيائه تحصد الأرواح بين الفينة والأخرى، وأغلب السكان لم يجرؤوا على العودة حتى اللحظة، ولم يلقوا يد عون تمتد إليهم لانتشالهم من واقع النزوح ومساعدتهم لتجاوز خطر الألغام المهددة لهم. ومن عادوا ربما امتدت إليهم أياد، لكن بتكلفة باهظة جدا. كان عن طريق معرفة أو معرفة شخص واحد يدي لك الجهاز ويدي لك واحد تستعين به بلاش، الوحيد الذي كان عادوا كذا. وبعدها استشهد علينا بالجبهة الشرقية. الغم جنب البيت أول فجر لهم استشهدوا 3 وعورتونا، دخلت الشرطية من هنا من الخد هذا ومستقر في الرقبة بلغم. طيب يعني ما ليش السبب هذا؟ يعني عبوات بالخط هذا وعبوات بالخط هذا، يعني ليش؟ يعني انت دمار مشروع دمار. منطقة خطرة، ونشتي نأمن المنطقة هذه للناس للجهال للحيوانات اللي من قزع اللي من وعدوا رمغذا ما تسلمش. الحين في بعض المدارس هنا حق مدرسة عقبة، لأن هذه ما صفوميش من الألغام، كل ساعة طلعوا لغم طلعوا 2. يعني بالأخير أنا كمواطن ولا كأي إنسان ما أشتي أمر أشتي أمان، ما أشتيش أنا بالأخير أنا تخرج تدور جاهلك ما يرجعش جاهلك. طيب إيش السبب ليش هذا الشيء كله؟ يعني مثلا منطقة هذه ولا تعز ولا أي منطقة مو هو اللي فعله، ما ندور أحد ولا أهلهم بهم دارسين أهلهم بهم مدرسين أهلهم بهم بأي حاجة، لا غير يدخل لك السلاح تعز ما ترد أحد. حرب عبثية بكل تفاصيلها شنتها الميليشيا،
هكذا يصفها أهالي حي المنزل بعد أن عاشوا تفاصيلها لحظة بلحظة، أفقدتهم الكثير وورثت لمستقبلهم الأكثر. الكل اكتوى بنار وقعها وعانى وسيعاني من تبعات جورها. هذه عبث، هذه الحرب عبث، عبث ولا لهم هدف. يعني لقيت تركز على هدف ما تقدرش تمسك أي هدف منه، ما فيش لها أسباب. الأسباب إنه الهيمنة والسيطرة، وإحنا لعبة الحين يلعبوا بالبشر. في تجار حروف مستفيدين من الحرب هذا كثير، منهم من هبطوا ورفت ارتفعوا للسماء، ومنهم هبطوا إلى الأرض. الأمور طالة، يعني اللي كان في معه حاجة، يعني في معه داخل الرواتب توقفت، واللي معه داخل كم بيستمر دخله، حتى اللي معه حتى لو كنا 2-3-4 مليون 4 سنين الآن مش قليل. يعني أقل حاجة أقل حاجة أقل حاجة اللي الناس حيكونوا بيبيعوا، الناس كلهم اللي يبيع ذهب اللي يبيع كذا اللي، يعني الأمور تعب للأمانة. ونتوقف الحرب إن شاء الله مع نشتشت من هذه المآسي، ناول مآسي، أما قتلى، جرحى، تدمير بيوت، تشريد، تعزيل، إعاقة دائمة، هذه الذي جنينا من الحرب. ما أبوش حاجة الذي تقول إن تشجعك إن تبعات ثقيلة جدا خلفتها ميليشيا الإنقلاب في هذا الحي، لا سيما وأن الشواهد تشير إلى أن كمية الألغام المزروعة في هذا الحي تمت بصورة عشوائية وبمساحات كبيرة جدا، ونزعها ليس بالأمر السهل وربما يتطلب سنوات عديدة.